لا وهلا غنصحك على واحد النصيحة لله. دابا انتي تتنقزي مني انا لهذا لهذا لهذا، هذا يدير هذا يفعل هذا يترك هذا يدير هذا. علاش دابا غنقول لك واحد الكلمة؟ عاجل حسب جريدة هيسبريس الإلكترونية أنه تم إغلاق الحدود في وجه اليوتيوبر المغربي المثير للجدل رضا البوزيدي الملقب بولد الشينوية. وأبرز مصدر هيسبريس أن ولد الشينوية ممنوع من مغادرة التراب الوطني إلى حين نهاية التحقيق الذي طلبت النيابة العامة فتحه معه وإجراء الخبرة التقنية على هواتفه المحمولة. ويأتي التحقيق مع اليوتيوبر المثير للجدل بعد تعالي دعوات نشطاء مغاربة بتدخل السلطات إثر تسريب تسجيلات صوتية منسوبة إليه عبر منصة تيك توك واتهامه بالاتجار بالبشر. في سياق آخر، قررت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء سلك مسار القانونية ضد رضا البوزيدي ومتابعته قضائيا بعد ظهوره في شريط فيديو يهاجم فيه مهنة المحاماة وينعت المحامين بالنصابة. وكشفت الجمعية ذاتها في بيان توصلت به هيسبريس أن المعني بالأمر ضرب عرض الحائط القوانين المجرمة لهذه الأفعال والمكانة السامية لأصحاب البذرة السوداء. وتابعت جمعية المحامين شباب بالدار البيضاء أن استعمال عبارة كل المحامين جعل السب والقذف والتشهير يطال كل الجسم المهني برجاله ونسائه الأحرار وكل من ارتدى بذلة المجد والشموخ بتمرير البيان. وأفاد المصدر نفسه بأن هذه الشجاعة في ظهور والسب والقذف العلني بكل جرأة وانسيابية تطرح تساؤلا مهما عن السياسة الجنائية في البلاد ودورها في تحقيق الردع العام في علاقته بما استجد من تكنولوجيات حديثة وفي مقدمتها الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.